بالنسبة لنا حضرة القاضي ترى صدام حسين لو يمشي مصلخ ما تعيبه إذا مجبر عليها، يعيبه إنسان يعيبه ضمير لما يعاب، لكن العيب على أصحاب العيب عندما تكون بديهم القرار ويهينون الإنسان أو العفو يتصورون أنهم أهانوه. ماكو يعني. لكن انا سنايدك سنايدك وسنايد العراقيين والله جبال الدنيا ما تهيني، لانه انا اشعر انه ما عمل شيء في تقصير. شكرا.